الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين، اما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في اخر كتابه، في اخر باب صفه طول القميص والكم الى اخره، قال: وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزارة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، فما كان أسفل الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهذا الحديث كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق فيه بين حكمين: الحكم الأول من كان إزاره أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه، لم ينظر الله إليه. فهذا الحديث فيه تفريق بين حكمين. ومن هذا الحديث يرد على من قال أن المراد بالإسبال هو الخيلاء فقط، فهذا الحديث يبين أن ما دون الكعبين فهو في النار، والخيلاء أشد وأعظم. وقد مر علينا في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإسبال من المخيلة، فالإسبال إما أن يكون مخيلة أصالة، وإما أن يكون وسيلة إلى المخيلة. وعلى كل حال، فإن هذا الحديث رد على من يعني قيد الإسبال بالخيلاء والكبر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الحكمين في هذا الحديث، فقال صلى الله عليه وسلم: إزارة المسلم إلى نصف الساق. قد ذكرنا أن إلى نصف الساق هذا هو المستحب. قال: ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، وهذه هي الرخصة، الرخصة إلى الكعبين، لا ينزل عن الكعبين، فما كان من أسفل من الكعبين فهو في النار. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني: ومن جر إزاره بطرا، يعني بطرا وكبرا وخيلاء، لم ينظر الله إليه. فإذا عندنا الآن حكمان: الإسبال من دون بطر وخيلاء هذا في النار، وإن كان مع خيلاء وتكبر فهذا لا ينظر الله إليه يوم القيامة، أي نظر رحمة. ثم قالوا: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء، فقال: يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال: زد، فزدت، فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: إلى أنصاف الساقين. رواه مسلم. هذا كما مر علينا أن هذا هو المستحب، أن يكون إلى أنصاف الساقين. قال: وعنه، يعني ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذا تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهذا الحديث حديث عظيم، في قوله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة، وفي الحديث الذي قبله: من جر إزاره بطرا لم ينظر إليه، لم ينظر الله إليه يعني يوم القيامة. فهنا أولا في قوله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه، فهذا يشمل جميع ما يلبس، يشمل جميع ما يلبس، لأن كل ما يلبس يدخل في مسمى الثياب بالعموم، لأن بعضهم يقيد ذلك بالإزار، يقول: الحديث جاءت في الإزار فقط. أقول: هذا الحديث قال: من جر ثوبه، والثوب يشمل جميع ما يلبس، يشمل الإزار، يشمل القميص، يشمل السراويل، يشمل كل ما يلبس، فكل ما يلبس فهو داخل في هذا الحكم. من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. هنا يتبين لنا أن جميع أن الإسمال بجميع الثياب، بالسراويل، بالقمص، بالإزار، كله داخل في هذا، كله داخل في هذا الوعيد. فأم سلمة رضي الله عنها وأرضاها لما سمعت هذا الحديث قالت: كيف تصنع النساء بذيولهن؟ انظر إلى
هذه الصحابية الجليلة رضي الله عنها وأرضاها، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحرصها على الستر. قالت: ما تصنع النساء بذيولهن؟ الذيول المراد ما تلبسه المرأة وتستر بها أقدامها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يلخين شبرا، هذا الشبر يعني ترخي بمقدار شبر إلى الأرض. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: إذا تنكشف أقدامهن. انظر، خافت أنها إذا زادت الشبر أن تنكشف القدم، وهذا من حرصها وكمال عفافها رضي الله عنها وأرضها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيرخينه ذراعا، يرخينه ذراعا، لا يزدن على ذلك. ومن هذا الحديث يستفاد فوائد: أولها أن النساء مطالبن بالستر، ولا بد أن يسترن أقدامهن، لأن أقدامهن عورة، قدم المرأة عورة. ومن هذا الحديث يستدل على أن ما كان أشد فتنة في المرأة فإنه يجب أن يسر، ما كان أشد من القدم فتنة فإنه يجب أن يسر، وأوله الوجه. فإذا كانت المرأة مطالبة بأنها تستر أقدامها، فمن باب أولى أنها تستر وجهها وكفيها. وإلا فإن الشريعة التي جاءت من لدن حكيم خبير لا تأمر المرأة بأن تغطي الرجلين وتكشف الوجه، أيهما أعظم فتنة؟ لو نتكلم عن الأدلة، لو جئنا نتكلم بالعقل والواقع، أين الفتنة؟ في الرجل ولا في الوجه؟ المرأة كيف يعرف جمالها وقبحها؟ يعرف بوجهها. فلذلك إذا كانت المرأة مأمورة بأن تستر القدمين وجوبا، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك، فمن باب أولى أنها تستر الوجه الذي هو محل الفتنة ومحل نظر الناس. فكيف وقد جاءت الأدلة صريحة في هذا، كما في قصة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، في قصة حادثة الإفك، عندما جاء صفوان بن معطل رضي الله عنه قالت: وكان يعرفني قبل الحجاب. قال: كان يعرفني قبل الحجاب، يعني قبل الأمر بتغطية الوجه. قالت: وكان يعرفني قبل الحجاب فخمرت وجهي. فدل على أن كل الأدلة التي جاءت في كشف الوجه وأن النساء يكشفن وجوههن، فإن هذا كان قبل آية الحجاب. قد وكان يعرفني قبل الحجاب، يعني قبل آية الحجاب، فخمرت وجهي، غطت وجهها عنه. وهذا الحديث يدل على أن الآيات التي والأدلة التي فيها كشف النساء لوجهن أنه حكم منسوخ لا يجوز العمل به. هذا من ناحية الأدلة. ومن ناحية الاستدلال، من ناحية القياس، فإن هذا الحديث يدل على ذلك، لأن المرأة إذا كانت مأمورة لأنها تستر القدمين فإنها من باب أولى أن تستر الوجه، لأنه أعظم فتنة. ومما يستفاد من هذا الحديث أيضا أن اللباس إذا لامس الأرض فإن الأرض لا تنجسه، ولكن لو مرت على نجاسة، لو مرت المرأة على نجاسة، فهل تنجس هذه الثياب ولا تنجس هذه الثياب؟ يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يذكر لأم سلمة هذه المسألة بالخصوص، ولكن جاءت في حديث أخرى أن الأرض تطهر بعضها بعضا، فلو أصابت النجاسة الملابس ثم مرت على بقية الأرض فإن الأرض تطهر بعضها بعضا. وهذا لا يختص بالنساء، بل هو في كل الملابس، إذا لامست الأرض ومستها النجاسة ثم مست الأرض بعدها فإن الأرض تطهر بعضها بعضا. ومن هنا ننبه على مسألة مهمة فيما يتعلق بقدم المرأة وأنها عورة، أنه وللأسف في زماننا هذا قد تساهل النساء في هذا الأمر العظيم، فتجد المرأة يعني تظهر شيئا من يديها، تظهر شيئا من قدميها، فتجد المرأة يعني تمشي بين الرجال وتمشي في الأسواق وقد ظهر منها شيء من قدميها، بل بعضهم لا تستر شيئا من القدم إلا النعال الذي تلبسه. ولا شك أن هذا محرم بالإجماع، محرم بالإجماع، لم يختلف في ذلك أهل العلم.
ولذلك على المرأة أن تستر القدمين، أن تستر القدمين سترا ضافيا كما كانت الصحابة، كما كانت الصحابيات يفعلن. ومما ابتلي به النساء اليوم، وهذه مسألة قل التنبيه عليها وهي منتشرة وللأسف، أن النساء بدأنا يلبسن النعال التي تتخذ للزينة، نعال الزينة تجدهم يلبسن يعني ما يسمى بهذه الكنادر الجديدة الذي يتخذها الناس للتمشية والكشخة. هذه يعني النعال التي تلبسها النساء يجب عليهن أن تغطيهن، يجب عليهن وجوبا، لأنها فتنة وأنها وهي ملفتة للنظر وهي من الزينة. هل النعال تكون زينة؟ نعم النعال تكون زينة، كما جاء في الحديث الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، هل هذا من الكبر؟ فقال عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، فمن الجمال اللبس الحسن ومنه لبس النعال كما في هذا الحديث الصريح. فالمرأة التي تلبس هذه النعال التي تتخذ للزينة وتظهرها عند الناس هذا لا يجوز، يجب عليها أن تستر هذه الزينة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الخلخال الذي تلبسه المرأة مأمورة أن لا تضرب بالرجل حتى لا يسمع الخلخال، فكيف إذا أظهرت هذه الزينة في النعال؟ وهذا واقع اليوم تشاهدونه عيانا بيانا، ولكن لقلة التنبيه عليه ولتساهل أولياء الأمور في ذلك فإننا وللأسف نرى مثل هذا اللباس يلبسه النساء اليوم. وقد تظن المرأة أنها متسترة لأنها غطت قدميها، نعم هي غطت قدميها لكن غطت قدميها بما هو زينة. والأصل في تغطية القدمين سترها، سترها هذا هو الأصل، والذي يلبس زينة لا يستر. كالمرأة التي تلبس العباءة المزركشة، تلبس العباءة المزينة المطرزة المفصلة على جسمها، هذه ما أدت الأمر الواجب في هذه العباءة، فالعباءة ما شرعت إلا من أجل ستر الزينة، فإذا جعلت هي زينة بذاتها فهي تحتاج إلى عباءة فوقها لتسترها. فهذه مسألة مهمة يجب أن ننبه عليها، ننبه عليها النساء حتى لا يقعن في المحذور وهن لا يشعرن. وأختم هذا الباب العظيم الذي أطال فيه المصنف وذكر فيه الأحاديث الكثيرة والأحاديث الطويلة بما حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما طعن رضي الله عنه وأرضاه، وجاءه شاب يعني يذكره بفضله ويخفف عنه جراحه وألمه، فماذا قاله عمر رضي الله عنه في هذه الحالة العصيبة، حالة عصيبة عليها عمر رضي الله عنه، مطعون والدم يجري منه. فرآه مسبل إزاره فقال له يا أخي ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنظف لثوبك، وكما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه. فانظر في هذه الحالة العصيبة التي كان عليها عمر رضي الله عنه وأرضاه، لم يترك هذا الشاب على الإسبال بل أمره برفع ثيابه أتقى لربه وأنظف لثوبه. فعلينا في ختام هذا الباب العظيم أن نحرص على عدم الإسبال لأنه محرم بكل وجوهه، بل هو من كبائر الذنوب العظيمة لأنه متوعد صاحبه بالنار والعياذ بالله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.